السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة لعبت روبلوكس وهي أختي كانت بتصور، قالت لي أنا أكمل بيت اللعبة عشان أتفرج عليها. ده بقى إحنا بقى نكمل بيت الباركور اللي وقفتنا عليه كده. خد الشيك بوينت. إيه ده بقى؟ لازم ما أدوسش طبعا على الحتة الحمراء عشان هي بتموت. واحد اتنين اوكي واو، يلا بقى نطير نطير. الحمد لله انا فاكر بس الباركور دوت عشان انا بقف العبه كتير، فانا لسه مش حاسس ما عرفتهاش. يا رب بس ما يكون في الباركور متاهه، اللي فيه متاهه جدا هنأكل كمان غش في المتاهه بطريقه. كنت هقع جاد تموت. واو ايه ده؟ الله الله احنا بدي عندي يا جدعان. كان لقيته الطريق طريق تير ده هنكمل. واو ده البيت مختلف، البيت مختلف في الباركور. انا مش عارف فين المكان، فين المكان، فين المكان. كان 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 واو. متنساش تحط اللايك والاشتراك عشان انا دلوقتي بودي جيمنج. الله ايه ده؟ مش المفروض هو مدرب؟ المفروض يعمل يعني، المفروض يعني هو اللي يدرب، ما هو عنده اللي كرش، المفروض هو المدرب. لا يا جدعان ده خلاص يا عم جيم. لا نفسي اعرف هو بيعمل مثلا بيدربنا الجيم، اشمعنى عنده كرش؟ المفروض يدور بس الاول كان عند عضلات. قول انا مش عندي بيت. بقول انا عايز اروح البيت لكن انا مش عارف بخص. الله مش ده ايه ده؟ طب ده هنا اهو. طب مين ده؟ مش عارفني. لكن يلا نكمل بيت الباركور. انا كده قلت له هو جه قلت لي قلت لي كده الطريق له هو كده هخسر. يلا خد البوينت صلم كده. يلا اطلع 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 نط عشان كده احلى كده بطريق احلى. نط ملحقش نط. بص بص الابتسامة بتاعتي، الابتسامة بتاعتي جميلة. الله فكرة ادخل جوه كرة السلة السلة. الله شيك بوينت ودو هموت. ايه اللي حصل لي اصلا؟ هتقول لك ما خدتش الشيك بوينت. لا لا ما خدتوش. ازاي يا جدعان كده؟ لا انا كده هعد هنا. لكن الحته دي مخادعه طبعا طبعا. انا اصلا ما كانش هو اصلا بيمشي على الارض. الله كرة السلة تنط نط واقف هنا شايف بقى. انا هنط على الشيك بوينت. يلا ايه ده 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 ايه ده ده؟ مين اللي قتلني؟ الحمد لله خدت الشيك بوينت. وديني ايوه اللي هو احنا مش محظوظين ان احنا بنط. دي رخمة. رجلين تلمس تحت لازم وهزم البركون من غير انط. طب ازاي كده؟ طب ازاي مثلا من غير انط؟ انا هطل بأخسر. ويمكن عندي فكرة. طب هنط تاني. هو اخيرا لا لا بص كانت بتلمس. ها لا انت طب انا ما عملتش حاجة. ما تقفش يا جدعان. انا افكر انا نط بسرعة وما اقفش. ما يحصل يعني. رجعت تلمس، رجعت تلمس الارض اهو. مش انت ما عرفتش ولا عرفتش اما انا بنط؟ رجلي نزلت تحت الارض. رجلي كانت بتلمس تحت الارض. انا عندي فكره انط بسرعه جدا. لا لازم انط فيها عشان لمس الارض. شكلها قعدت ساعة في الفيديو ولا ايه؟ والله شكلها قعدت ساعة.
منه اهو واطلع ده تاني. لا ايه ده، وصلت التمبرتشر بوينت ولازم ولازم يبقى امشي امشي. ايه ده اخيرا اتكلم منين يا ابني، سيبني في حالي. Thank you.
كل ده مش كل ده على جيلي 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 عادي كده معانا
ايه ده؟ ذمتك ايه ده؟ انا عارف اعمل ده؟ ذمتك؟ لا 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 خليهم يفكروا. ذمتك شعلك؟ لا 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 شعلك صعب. خطير دي تتحرك. خطير. اه انا ما عرفتهاش. بحياة ربنا. اه يا جدعان. لا الله يرحمه. لا الله يرحمه. لا ايوه انها الحرية. جدعان بقى فين مكان Ready?
مش جالب حل عشان ده كنت التلميذ بتاعي القوي. ما تعمل ايه؟ لا لا يا جدعان خلينا اهو يا عم. ايه؟ لا انت كده يا عم. الله 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 ده. قول لي في خيار حمام بنات حمام ولا انا اختار الحمام اللي انا كده انا عايز اشوف الحمام البرد جوايا. بس ايه لكن هو كان الطريق ده اصلا مش في حاجه. صدق صدق بس لازم بس ادخل. يا جدعان انا مش هبطل هخلص الفيديو لحد لك لحد ايه يا جدعان لحد ما اجي عند خط النهايه. المصحف المدرسه كبيره جدا طالما كده مفيش طريق ولا في طريق يمكن يعني. خلينا كده نشوف الشاب وكل حاجات بروبوكس. اه ده في كل حاجه بروبوكس. ده نشيلها بقى مع حسام اكس عشان نشوف كده. هو من الاول يا جدعان كده يا جدعان كده نشوف من الاول. انا الاول انا الاول يا جدعان يا جدعان. انا الاول. لا احنا كنا عندنا كده وطلعها كده. ده شجره لازم نجيب الناحيه الثانيه دي. كل شويه ده مش لاقي وجعت من كنت في المدرسه. المهم كل المدرسه دي انا عديت الباركور وجريت من المدرسه الشرير خالص بتاعتي بالله بقى. واخيرا لا وطا بربو. ايه ده يديكوا كده بذمتكم بقى. لا نط 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 الله نط والتانية نط. لا 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 ما نط ولكن اكون قدامه ونط امشي قدام بسرعة. نط وين الله يرحمه. امشي 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 اخيرا. الله شجوي ايه ده اطلع واطلع كده. انت عارفين بجد مش لسه بقول لكم مش هبطل اما اجي عند خط النهاية. انا حاسس ان شامم ريحة خط النهاية. ينزل عادي ينزل عادي ونروح الناحية الثانية. ايوه انا عارف كده فهمت. اجينا اهو لا اهي المكان اهو المصير اهو التين وين اهو. حلو الطريق اصلا من هو من هو جدعان ان الطريق اصلا ما فيش مكان يبقى نزلوا جينا. نط ونط 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 كده اهو وخلاص كده لسه لسه. نط نط انا ركب خط النهاية.
جدعان انا لازم يا جدعان اجي ونقطع الماسوره عشان انا جيت على الناحيه الثانيه مش كان هو كل ده مفيش مكان لا حتى مش هيعرف اجينا فرصه صعبه عشان هو صعب عشان الكمبيوتر بتاعه هو لو راح الموبايل كنت زمان خلص من زمان الله يلا خير الرابع الماضي يعني بدون ما يطلعش كده الله كده بس اخيرا مكان الناجة حط الناجة الله اطلع واعطي لي في باركور تاني ايه كسبتك ده ايه ده والله العظيم يا دي يبي 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 لا الهواء خلاص يا جدعان كده اعتبر كده خلاص خلص الفيديو سلام ومتنساش تحط لايك وسبسكرايب وتعمل الفيديو وخلاص بقى.